السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي ناخدكم واحد الجولة في المكان ديال السلة اللي دايما جديد في تم هاد الشهر اللي كيكونوا فيه الحفلات والأوراق دايما جديد كل داك ديال الحفلات. شي حاجة زوينة زوينة بزاف بزاف في هاد الشهر، مرة غير الفلوس. هاد المكازان راه فيه الأطفال والرجال والنساء. طبعا دابا الديكورات ديال النوال كتكون في المكازان بزاف. هنا كاين هاد اللبسة ديجا كانت في الباب في الدوخ في الدخول في الدخلة ديال المكازان، وحمقت على هاد الصمتة، هاد لاسونتيغ حمقت عليها مع داك الساك. الا كانت شي كسوة كحلة بحال هكدا كسوة وبغيت نشريها وبقيت عاود كنتردد، لانني الانسان خاصو يشري شي حاجة ملي يكون محتاجها وغادي يستعملها. عاود قلت الا شريتها وخديتها وانا ما عنديش شي حفلة دابا باش غادي ننزلها في البلاكار وغادي ما غاديش نستغلها، كما دائما كنبقاو نشوفوا شي حاجه في المكازان وكنشريوهم كتعجبنا وكنشريوها في الاخير ما كنستعملوهاش. الواحد من الاحسن الانسان يبقى ما يتاثرش دغيا ملي يشوف شي حاجه عجباته بزاف، الا اذا كان عارف راسو غادي يستعملها بزاف. انا الصي كان زوينين، حمقت عليهم كاملين كاملين كيحمقوا، والثمن مناسب لباس كي حتى هما عجبوني كيحمقوا زوينين زوينين بزاف. حتى هاد الكسوة عجبتني ملي كانت لابساها المانكا، كانت زوينة شفافة من الداخل، كيبان داك الثوب كحل من التحت، وهي زوينة زوينة كتحمق كتقرب عليها كتبري. كان بزاف ديال الحاجات زوينة بزاف بزاف، ما صورتش كل شي ولكن كل شي كان تقريبا زوين. هادو زوينين كلشي في الصراحة، زوينين كلشي. هنا عاملين ناقص 50%، ولكن غير اللباس ديال اللي بقى لهم من الصيف ماشي ديال دابا. هادو لي مايو
حتى هاد الشكل زوينين، والحاجة اللي كتحتاج بحال هاد الشكل في الدار كتزيد دائما من البرد، كيعجبوني ملي كيكون عندك داك الجيب كتحتاجو. انا البيجامات ما كانش شي حاجة زوينة بصراحة، انا طلعت في ليطاج الثاني ديال المكازان السيا اللي فيه الاطفال والرجال، كاينين فرصات بحال هادو، كانوا 3 ب 11 اورو، كانت شي حاجه زوينه بزاف رخاصين، كيطيح تقريبا ما كانش 4 اورو الواحد، كانوا اشكال وانواع فيهم. كانوا زوينين زوينين، هنا جوج كانوا ب 16 اورو ولكن سخونين لي مونطو. هنا 3 نفس النوع ولكن الأشكال مختلفة. هنا هاد اللبسة ديال بابا نويل صغيرة زوينة ديال البنيتات، دايما اللبس ديال البنات كيكون احسن انه كيكون كتير. لي مونطو عجبوني حمقوني، كل شي كان هنا ديال البنيتات زوين زوين بزاف تفركيس. باش زوين كتجبر لونسوم بالكامل، ما كتحتاج عاد تفكر هادي مع هادي، كتجبر لونسوم هنا بحال مثلا شورت وهاديك بي ديالو تقشرات، كيجي زوينين تلبسيه البنيته مفركسة وتزيد المونطو شي حاجة واعرة. شو هاد لي مونطو عاود في داك اللون أخضر أخضر زوينين، غري غوز الألوان. هنا الدكور الدراري تا هما زوين زوين بزاف، كما قلت لكم راه غير الفلوس.